يا هلا فيكم في ترند. احتياطات وإجراءات وقائية يجب مراعاتها عند التسوق، نشرتها وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي في انستغرام، وتضمنت نصائح للتسوق في أوقات غير مزدحمة والمحافظة على المسافة الآمنة واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني. في 28 يوليو من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي. بعيد الشر عنكم وعن السامعين، وهو التهاب يصيب الكبد ويسبب مجموعة من المشاكل الصحية بما في ذلك سرطان الكبد. شعار هذا العام هو مستقبل خال من التهاب الكبد، وتم اختياره للتركيز على الوقاية من التهاب الكبد بي بين الأمهات والمواليد الجدد. منظمة الصحة العالمية دعت جميع البلدان إلى العمل معا للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي بحلول عام 2030، وستقوم المنظمة بنشر توصيات جديدة بشأن الوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل. الله يحفظ الجميع من كل مكروه وشر إن شاء الله. نتابع. Transmitted from mother to child during delivery and in early childhood. Hepatitis C is most commonly transmitted by exposure to blood through unsafe healthcare procedures and injection drug use. WHO's Global Hepatitis Strategy outlines ambitious targets to achieve elimination of viral hepatitis by 2030. These include reducing new hepatitis infections by 90% and reducing deaths by 65% compared to 2015 levels. Although progress has been made globally, access to prevention, diagnosis, treatment and care services for hepatitis B and C remain too low in most countries. An estimated 80% of people living with hepatitis are unable to access the services they need. A hepatitis... نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وخارجها الطبيب محمد مشالي المعروف بطبيب الغلابة بعد رحلة عطاء استمرت لسنوات طويلة. الطبيب كان يتقاضى مبلغ رمزي عن كل مريض، وكان سبب في علاج ملايين المحتاجين اللي ما يقدرون دفع مصروفات الكشف والأدوية. الطبيب مشالي كان يتمنى أن يأتيه الموت وهو يؤدي دوره داخل العيادة بين مرضاه، ولم يرغب أبداً في التوقف عن تقديم المساعدة والعون. رحمة الله عليه وربي يرزقه الجنة إن شاء الله. أكيد لاحظتم انتشار صور باللونين الأسود والأبيض في الانستغرام خلال اليومين اللي فاتوا، واللي انعرف بأنه تحدي جديد. التحدي كان بأنه يتم نشر صور باللون الأبيض والأسود مع كتابة هاشتاج تشالنج أكسبتد ودعوة صديق آخر للمشاركة وقبول التحدي، والهدف منه هو تشجيع البنات لمواجهة حالات التنمر وإبراز جمالهم الطبيعي بدون فلاتر. هذا التحدي لاقى إقبال واسع خاصة بين البنات بأكثر من 4 مليون مشاركة حول العالم. وبكذي مشاهدينا وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم، أتمنى لكم أيام سعيدة، مع السلامة.